أعزائي مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا، معكم هدى عبد الرحيم من كفر الشيخ. إحنا النهاردة في ورشة القسطى منة. القسطى منة ديت بنوتة عندها 17 سنة، نزلت الورشة مع والدها وهي في سن 11 سنة. حبت المهنة وكان عندها شغف كتير وكبير للمهنة، على الرغم إن هي شاقة. يعني هي دلوقتي رغم كده عايز تخش هندسة ميكانيكي وتبقى مهندسة ميكانيكي وتصور ده. منا دلوقتي هي تقريبا منا زيك. انت اخبارك؟ تمام. انت بتعملي ايه بقى دلوقتي؟ بتفكي الكاوتش ده بقى ليه؟ علشان اظبط الفرمله. هتظبطي الفرامل؟ يعني المشكله العربيه دي مشكلتها الفرمله. اه. طب ورينا كده بقى تعمليها ازاي. منا محافظة كفر الشيخ كلها بتفخر بوجود منا في المحافظة، حتى والدها كمان. انا اتفاجئت ان في بعض الناس بتيجي مخصوص بتطلب القسطى منا. احنا عايزين القسطى منا. بسم الله ما شاء الله، بنوتة بميت راجل، بنت ابوها بمعنى الكلمة، بنت ابوها بمعنى الكلمة. والدها هم 4 و5 بنات، لسه والدها ربنا رزقه بطفل صغير عنده 2 تقريبا. منا شغاله مع والدها. من كام سنه يا منا شغاله مع والدك؟ من سنه ثالثه ابتدائي. وانت في الورشه بقالك كام سنه شغاله مع والدك كتف بكتف كده؟ داخله على 5 سنين. وشايفه يا منا اللي هي مهنه مش شاقه، يعني بالنسبه لك مش متعبه؟ حباها وحابه ان هي حلوه. وعايزه تبقي ايه يا منى؟ انا عايزه ابقى مهندسه ميكانيكا. عشان تطوري الشغل ده وتعمليه على اوسع ولا انا عايزه اطور المرشة طب جميل. ومش شايفه؟ طب انت اي بنت بقى خايفه على ضوافرها، خايفه على شعرها، ايه حاجات البنات دي؟ انت يا منى مش متضايقه مثلا ان انت ايديكي بتبوظ من الشحم وكده؟ اصحابك محدش بيعلق عليكي في حاجه منا خالص؟ طب انت جنب النادي، جنب نادي الشباب هنا، محدش من الشباب هما خارجين وطالعين بيعلق عليكي او حاجه؟ في ناس بتتريق وتتكلم بس انا ما بحطش في دماغي. طيب ماما ما قالتش لا ده بنتي ما ينفعش تبقى ميكانيكي؟ هي كانت في الاول معترض. ودلوقتي؟ بس دلوقتي لما شافتني فيها حلوه يعني خلاص وافقت. انتوا كام بنت يا بنتي؟ كبيره يا منا؟ لا في اكبر مني بسنتين، احنا 5 بنات وولد. الولد ده لسه بيبي صغير اللي عنده 2 سنين ده، صح؟ عنده 3 سنين. طب انت كبيره ولا الثانيه ولا ايه؟ لا انا الثانيه. انت تاني بنوته؟ وكان عندك حب ليها يا منا؟ ولسه بتحبيها وعايزه تديها يعني؟ طب نعمل كده بقى تاني. شايفه انت ممكن تدي المهنه دي يا منا قد ايه؟ يعني انت شايفه كده ان انت يجي يوم وتبقي تعملي ايه؟ يعني تخلي المحل ورشة والدك ديت اكبر ورشة، ولا تبقى طموحك ايه؟ انا شايفاها كمهنة حلوة بالنسبة لي. مش شايفاها ان هي متعبة يا منى؟ لا خالص. باباكي بيوجهك في حاجة. هي دي مفاتيحي منا؟ وكل حاجة لها، كل حاجة لها مقاس معين. مقاس you
هتشيل بقى العجله دلوقتي ونظبط بقى الفرامل بقى. الفرامل هي مشكله العجله ديت، العربيه دي في الفرامل. هو شغل نوع عربيه عن نوع عربيه بيفرق يا منى؟ يعني فرمله العربيه دي مثلا غير فرمله عربيه ثانيه، وده كل حاجه انت عارفه بتعرفي تتعاملي معاها على حسب نوع العربيه. طب ورينا كده. بتعملي ايه دلوقتي؟ ده شحم ده ولا ايه؟ انت بتنضفي الشحم؟ لا بحلها. بتحليها فبتحطي عليها شحم. بيبقى عليها شحم علشان الطاسه دي بيبقى فيها شحم. علي حاجه شويه. ايه اللي بيبقى فيها شحم؟ الطاسه دي بيبقى فيها شحم اصلا بتبقى مربوطه عليها. بنسى يا محمد. حلو انت، حلو انت بتوجهي كمان اهو. وبتخرجي مع اصحابك يا منى وتروحي وتيجي وعادي يعني؟ والعيد ده قضيتيه مع اصحابك اتفسحتي وكده ولا كنت قاعده ولا كنت في الورشه؟ لا كنا قاعدين. وعندك بقى فساتين ولا كل حاجتك بنطلون جينز وتيشيرت؟ لا بناطيل. كله بناطيل. وفي الافراح يا منى كده بتلبسي بفستان كده ولا برضو جينز؟ لا انا ما بحبش الفساتين اصلا. ما بتحبيش الفساتين اصلا؟ برافو عليكي. ده مسمار ده؟ تيل. ده من ايه؟ تيلة. تيل؟ اه. تيل ده اسمه تيل. اسمها تيل. تيل اه. ده بيرب ده ماسك بقى الصامولة اه عشان ما تحلش. عشان ما ايه؟ ما تحلش العجلة دي، الصامولة دي ما تحلش. اه يعني ده الصامولة دي اللي بتخلي العجلة ما تفكش وهي ماشية. اه الصامولة دي. الصامولة دي اه. والدك لسه بيواجهك يا منى؟ مش كتير؟ طب في ناس بتيجي هنا بتطلب منا بالاسم، احنا عايزين منا اللي بتشتغل في العربية. بتبقي فرحانة يا منى؟ عادي هي كلها واحد. ايه؟ كلها واحد. لا انت تبقيش فرحانة مثلا ان حد بيجي يقول انا عايز منى هي اللي تشتغل في العربية. لا ببقى فرحانة برضه لان في ناس بتيجي اعظمها بتقول انا، في ناس عايزة بابا عادي. ولما ان شاء الله تبقي مهندسة ميكانيكا زي ما انت عايزة كده، هتوافقي برضو يا منى ان انت تنزلي تشتغلي في الورشة بايدك ولا تقولي لا وتشرفي بس انا مهندسة؟ ودي واحد. يعني انت عادي ما عندكش مشكلة ان شاء الله لما تبقي مهندسة ميكانيكا تنزلي برضو تشتغلي بايدك في الورشة عادي. اه. بس ناوي تكبري الورشة. اه. انت ما انت شايفة ان هي الشغلانة دي محتاجة قوة عضلية منك شوية؟ ما شاء الله عليك. نعم. احنا كده بنفك الصامولة عشان تعدلي الايه؟ دي الطنبورة دي تطلع. وعادي بقى عندك ولا عايز تحطي مانيكير في ايدك ولا عايزة تعملي حاجة ولا كده؟ ما انت مش فارق معاكي بقى، ما بتحبهوش اصلا.
مطلب جماهيري، كله عايز مني. هي برضه بتبص على الدبابة يعني شغالة فيه. اه بعد ما تخلصي يا منى وبتخلي بقى والدك يجي يشيك على اللي انت عملتيه ولا خلاص؟ بيجي يبص كده بيطلع عليكي غلطات وكده ولا لا؟ لا. طب كويس. بيبدأ من الساعة كام في الورشة يا منى؟ يعني الساعة 10 أو 9. الساعة 10 الصبح يومك بيبدأ في الورش. ينتهي بقى يومك الساعة كام؟ تطلعي مثلا الورشة على الساعة كام؟ تروحي تطلعي البيت؟ ممكن على الساعة 10 أو 9 مثلا. 10 أو 9، يومك كله ضايع في الورش. لو طب اليوم اللي أنت عندك فيه دراسة يا منى؟ لما بخلص المدرسة. لما تخلصي المدرسة بتيجي، ما بتروحيش درس مثلا بتذاكري في البيت؟ بتروحي درسك عادي. طب وايام الامتحانات برضو بتنزلي في الورشه؟ لا. ما بتنزليش في الورشه. وشيكتي عليها وعرفت ان مشكله العربيه ديت هي الفرمله بتاعتها. الفرمانة بتاعتها مالها بقى؟ كانت بايظة ولا ايه؟ بتتعلق؟ كانت بتلزق. كانت بت ايه؟ بتلزق عربية حضرتك دي وطالب منا تعملها لك؟ ايه مشكلتها دي؟ ايه المشكلة اللي فيها بقى؟ لا احنا بقى هنسمع بقى من منا بقى. الايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ هيقولها ايه؟ هتشوفينا كده. انت قلت له ايه؟ يدور. المشكلة بقى عايزة افوت
فلتر هواء. عايزه فلتر هواء، يعني مجرد ما شغلها وقفلها عايزه عرفتي ان هي محتاجه فلتر هواء. محتاجه فلتر هواء. هو ده الفلتر؟ اه. هتروحي تجيبيه؟ هتنفخي يعني ثواني، هتنفخي فيه ازاي يعني؟ تنضفيه يعني؟ اه. هتنضفيه. يعني هي كانت كل المشكله بتاعت العربيه دي انها محتاجه فلتر الهواء ده يتنضف. ميزتيها من ايه؟ من صوتها مثلا ولا ميزتيها ازاي من صوتها يبقى باين؟ هتنضفيها بايه بقى؟ بده؟ وبعدين تركبيها تاني وخلاص. انت كده خلاص نضفتيها من الهواء. اه. هتعملي بقى ايه تاني؟ هتقفلي. هتقفليها. بتنظفي مكانها. اه. ده زي الفلتر بتاع العربية كده منا ده؟ هو ده الفلتر بتاع العربية. ده فلتر الهواء. اه. حطيتيها كده خلاص. خلصي بقى التانية، نبقى نغير الفلتر بتاع الزيت راح. انت كده خلاص المشكله كانت في الصوت. أوه. المشكله كانت في الصوت. آه خلاص كده خلصت. فيها تاني مشكله العربيه دي؟ ده ليها شغل تاني. ليها شغل تاني لسه. أوه. هنروح بقى نشوف ابو منى. ازيك يا ابو منى؟ السلام عليكم كده. السلام عليكم. احنا فرحانين جدا بمنى، الناس كلها فرحانه بمنى اصلا. ربنا يخليك. تمام، يعني ربنا يبارك لك فيها. يعني اغسلهم بالمسدس يا منى. لسه بتواجه منى لحد دلوقتي؟ اه طبعا. بص يا ستي، انا طالما بالنسبه لي انا صاحب شغل، لازم اي حد لو انا واثق فيه 100% لازم اوجهه ولازم اتابع وراه. برضو انا عارف ان هو شغال 100%، بس انا لازم ان انا برضو لان هو شغل انا المسؤول، فلازم انا اتابع برضو وراه وارشدك واقول لك اعمل كذا واعمل كذا. انا فاهم ان انت فاهم وعارف كل حاجه. وبتشيل اي شغل منا يعني اي حاجه بتجيلها؟ اي شغل بتجيلها بتعمل. يعني ممكن تنزل من فوق تلاقي منا مخلصه حاجه. تمام. بتعمل انت ايه؟ بتشيك انت بس كده؟ يعني انا مثلا بشيك وبشتغل الشغل البسيط. اه. يعني مثلا كل المتقالات تعتبر هي اللي بتشتغل. اه. بس احنا برضو يعني يعني بقول ان هي تعذب نفسها ان هي تبقى عارفه كل حاجات العربيه عشان بعد كده ما عادش يشتغل الشغل ده. انا اقعد معايا اللاب بتاعي وتشغل الكمبيوتر. اه. يعني انت حضرتك عايزها يعني يجي عليها اليوم كده اللي هي تبقى قاعده مشرفه بقى، تبقى هي اللي تشيك على الناس. هي اللي تشيك على الشغل كله. لما تدخل كلية الهندسة ان شاء الله. حتى حلمك وطموحك انك تدخلها برضو كلية هندسة ميكانيكا. كلية هندسة ميكانيكا. انت ما ان المهنة عليها صعبة شوية كبنت، عايزة قوة عضلية وعايزة تفكير و... مثلا محدش بيأثر، ما بتأثرش مع اخواتها ولا اصحابها. لا اه، انا ملاحظة ان هي ما بتأثرش لان هي بتتعامل مع اصحابها واخواتها عادي، بس اللي تمسكه هي مش حاسة ان هي. اه. لا الموضوع سهل. اخواتها كل حد اللي اكبر منها ما برضوش هيأثر معايا. برضه هتأثر بس هتأثر بالبيت من غير ما تقربي. طب انت ما بتزعلش عليها؟ انت شايف ان بنتك بنوته بقى وتهتم بنفسها. انا حزين عليها، بس انا بقى مش حزين قوي. يعني انا حزين ومش حزين. مش حزين ليه؟ لان انا عارف ان هي في الاخر ربنا
هتكرمني فيها وهتطلع كفاءة الكفاءة وهتطلع مهندسة. طب ووالدها مامتها قصدي مامتها مش اي ام في الدنيا البنت بالنسبة لها، ومامتها يعني اجوزها واسرح لها شعرها وعمل تعمل ضوافرها الحوارات دي يعني. هي بقى مش هي ما بتقعد تراجع معاك الكلام ده كله تقول لا اخلص يعني الأوصل. يعني مامتها يعني بتحاول ان هي تخليها قاعده في البيت لكن هي لا. لا تمام، هي عايزه توصل تقول لك انا عايز اوصل لاخر الحكايه. اه وبعد كده نتكلم في اللي انتوا عايزينه. الله يبارك لك فيها، ربنا يخليك. وبرده فوق ده كله هي مش ناسيه ان هي بنت هو يعني. اه يعني انت شايفاها صراحه بركات، انت شايفاها هي نفسها تقول الشغل اهو بعد الشغل عامله حسابها ان انا شغاله وعامله حساب ان انا بنت برضه يعني. اه شغل وقت عندها مناسبه او فرح او حاجه. ربنا يبارك لك فيها جدا، ربنا يبارك لك جدا. مين احنا يا جماعه؟ بصوا كلنا فرحانين جدا وفخورين جدا بمنى. انا واحده من الناس بصراحه انبهرت بيها هنا، تعاملاتها مع الناس، الناس لما بتيجي بتعامل منى انا عايز منى تعمل ده، شيكي لي على ده، حتى لو كانت الحكايه كبيره او صغيره فمنى جديره بيها. بنشكرك جدا يا منى، انا فرحانه جدا كنت معاكي، انا اتشرفت جدا بمعرفتك بصراحه.